من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط. معنا الدكتورة أميمة المحلاوي عميدة كلية طب الأسنان بقنا. أهلا بك يا دكتور، وكلمينا عن حفل استقبال الطلاب النهاردة. اهلا بيكم، سنة جديدة سعيدة. طبعا احنا مهمتنا كأعضاء هيئة التدريس او ادارة ان احنا بندي يعني خارطة الطريق للطلبة الجداد اللي هم داخلين جايين من مدارس لسه مش عارفين يعني ايه حياة جماعية، فلازم نعمل لهم حفلة استقبال اولا بتبقى اهدافها ترحيب بيهم ونعرفهم ان احنا قبل ما نكون اساتذة ليهم احنا اولياء امور، يعني احنا بنحللهم مشاكلهم واحنا قريبين منهم وانهم ما يترددوش اي لحظة انهم يلجأوا الينا، وكمان ان احنا نديهم خلفية عن اللي هم داخلين عليه، يعني ايه ايه طبيعة كلية طب اسنان، ايه طبيعة الدراسة فيها، نبذة عن كل مادة هيدرسوها وخبرات اللي قبلهم اللي هم الاكبر منهم ذاكروا منين، ايه مصادر المذاكره، ايه كيفيه تجميع الماتيريال او يعني المعلومات والنقط الضعف او النقط اللي بتبقى محتاجه لدايما اللي قبلهم كانوا وقعوا فيها عشان ما تكررش الغلط. وطبعا برضو بيبقى دايما اي لقاء مع اولادنا بنحب نبث فيهم ولاء لمصر والحب لمصر ونعرفهم حاجه واحده ان مصر مش هتكبر ولا تعمر ولا هيكون ليها شأن الا بيهم، في جيل بيسلم جيل فلازم نحملهم الامانه والمسؤوليه ان هم يعني يعرفوا ان هم زي ما قلت انا في كلمتي ان هم السفراء اللي هيتخرجوا هيبقوا سفراء لمصر في كل حته العالم. رئيس الجامعة النهاردة اتكلم عن المبنى الجديد، هل السنة دي هنشوف الطلاب في المبنى الجديد؟ ان شاء الله. احنا المبنى الجديد بنشتغل فيه بأن دلوقتي داخل على سنتين، وطبعا مبنى عملاق وتجهيزاته كبيرة جدا، فبالتالي اخد جهد كبير جدا وفلوس كتيرة جدا، فتقريبا انتهينا منه، بس هو في مشكلة واحدة اللي هي مشكلة تدخيل الكهرباء. فوجئنا ان كنا خلاص يعني متصورين ان احنا هنبتدي سنة دراسية فيه، فوجئنا ان الكهرباء او يعني الفولت او حاجة زي كده مش عارفة بالظبط الفنيات انها لا تتح الصندوق لا يتحمل هذا الجهد اللي هيبذل او المحتاج الكلية. فطبعا خاطبنا محافظ وخاطبنا الجيش وعملنا الدكتور عباس ربنا يكرمه رئيس الجامعة عمل يعني كوميونيكيشنز جامدة مع اولي الامر لغاية ما الحمد لله ان شاء الله في خلال اسبوعين هيكون الكهرباء دخلت المبنى، ومن هنا نقدر نقول ان احنا عندنا مبنى والطلبة يبتدوا هم عندهم كلية مستقلة، لان انت طبعا عارف او عارفين ان احنا ما عندناش كلية مستقلة، احنا كنا في مبنى كلية علوم ومبنى تاني كنا احنا يعني نستعمله مؤقتا لغاية ما يتبني المبنى.